سلسلة من الاعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ضعنا في التفاصيل. نعم زاهر، نادي الأسير قبل قليل تحدث في بيان له أن حملة الاعتقالات منذ الليلة الماضية وحتى صبيحة هذا اليوم وصلت إلى 25 مواطنا فلسطينيا. تركزت الاعتقالات كذلك كما قال نادي الأسير في منطقة الخليل ومدينة الخليل تحديدا لعائلة الأسير عمار النجار الذي يتهمه جيش الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة أو مستوطنة عند مدخل مستوطنة تقوع في المنطقة الشمالية الشرقية أو الشرقية الجنوبية من مدينة بيت لحم يوم أمس. كان جيش الاحتلال نفذ عمليات مطاردة وأغلق بيت لحم يوم أمس لست ساعات طارد خلالها النجار الذي تتهمه سلطة الاحتلال بإطلاق الرصاص على مركبة أصاب فيها ثلاثة مستوطنين أحدهم جراحه خطيرة، قبل أن يقوم جيش الاحتلال باعتقاله وسط مدينة بيت لحم. ويتبين لاحقا أن النجار من منطقة وادي كتيلة في منطقة الخليل. جيش الاحتلال منذ الليلة الماضية أقدم على مداهمة منزل عائلة النجار وقام باحتجاز زوجته وأشقائه ووالده والاعتداء عليهم بالضرب قبل أن يقوم بعملية الإفراج عنهم في وقت لاحق، ويقوم مرة أخرى في ساعات صباح هذا اليوم باستدعائهم للتحقيق مرة أخرى. 16 معتقلا من الخليل وحدها كما قال نادي الأسير منذ الليلة الماضية وحتى صبيحة هذا اليوم كما ذكرنا أفرج عن معظمهم في وقت لاحق. تركزت المداهمات أيضا والاعتقالات في منطقة أريحة التي أصيب فيها أحد الشبان بالرصاص، رصاص جيش الاحتلال، في مواجهات اندلعت أثناء اقتحام هذه المدينة ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وتم اعتقال شابين، إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية وكذلك منطقة قلقيلية المجاورة ونابلس التي كان فيها أكثر من 12 معتقلا قام جيش الاحتلال بنقلهم إلى جهة مجهولة بعد عمليات تخريب واقتحام لمنازلهم مع ساعات فجر.